السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ أخيرا هنخلص موضوع الحروف النهاردة ونطق الحروف وليلة الحروف دي كلها. عرفنا خلاص إزاي ننطق الحروف بشكل صحيح، أسماء الحروف ونطقها الصوت الصحيح، تمام؟ ده كان في أول فيديو للناس اللي لسه هتبتدي معانا من النهاردة. ارجعوا للفيديو الأول وشوفوا إزاي بننطق الحروف بشكل مظبوط. أخدنا في الفيديو الثاني تقسيم الحروف لـ vowels و consonants وتأثير ده على نطق الكلمات فيما بعد. النهاردة بقى الدرس مهم جدا جدا جدا. زي ما احنا قلنا في عندنا 26 alphabet letters اللي هما 26 حرف في اللغة الإنجليزية، وقلنا ان في 44 صوت في اللغة الإنجليزية. ايه المقاطع دي اللي المفروض هتمشي معانا طول الخط وتساعدنا جدا 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 في معرفة النطق الصحيح لمعظم كلمات اللغة الإنجليزية ما عدا بعض الاستثناءات عن القواعد؟ يعني اللي احنا هناخده النهاردة ان شاء الله بيكون قواعد ثابتة، يعني قواعد مش بتتغير الا في حالات استثنائية، والحالات الاستثنائية دي خلينا نكون واضحين لازم تتحفظ. يعني مش هتعرف ان الكلمة دي بتختلف نطقها عن الكلمة دي الا اذا كنت حافظها بشكل كويس. معايا ان شاء الله هنبدأ ونشوف السلايدز الجاية وهنشرح فيها او هنعرض فيها الكومبينيشن اوف ليترز اللي بتتنطق بشكل معين. بالنسبة للكومبينيشن او الحروف اللي بتيجي مع بعض علشان تكون لنا مقطع صوتي ثالث، او بالنسبة للحروف اللي بتأثر على نطق حروف اخرى، اول مثال عندنا حرف الـ A. حرف الـ A لما يجي بعده حرفين L او حرف L مع حرف T، حرف الـ A بينطق شبيه لحرف الـ O. خلينا ناخد الأمثلة. عندنا الكلمات دي، ركز معايا وشوف النطق بتاعها عامل ازاي. كلمة tall، small، ball، fall، hall، salt. أكيد الفرق واضح، ما بننطقش الـ A كالـ A الواضحة الصريحة اللي احنا عارفينها، ولكن حرف الـ A بيكون شبيه بحرف الـ O في النطق. تعالوا ناخد الحرف الثاني. معانا حرف الـ B. حرف الـ B لو جه في نهاية الكلمة وقبليه حرف الـ M، حرف الـ B لا ينطق. ناخد الأمثلة. comb، lamb، tom، climb. واضح الفرق؟ ياريت نركز على الكلمات دي. امتى ينطق حرف السي زي حرف الاس اللي هو كده؟ حرف السي بينطق حرف الاس لو جه بعديه ثلاث حروف دول. لو جه بعديه حرف الاي، لو جه بعديه حرف الاي او حرف الواي. ناخد الامثله. كلمة place، كلمة city، كلمة bicycle. امتى ينطق حرف السي زي حرف الاس اللي هو كده؟ حرف السي بينطق حرف الاس لو جه بعديه ثلاث حروف دول. لو جه بعديه حرف الاي، لو جه بعديه حرف الاي او حرف الواي. ناخد الامثله. كلمه place، كلمه city، كلمه bicycle. الحاله الثانيه معانا لحرف السي لما يجي بعديه حرف الاتش. لما يجي بعديه حرف الاتش فدايما او في اغلب الاحيان بينطق تشا تشا، زي chair، chat، match، teacher. chair، chat، match، teacher. تعالوا نشوف الأربع تجميعات مع حرف السي واللي كلهم بينطقوا زي حرف الشين عندنا في اللغة العربية. أول حاجة حرف السي مطبوع بالآي والآي، مطبوع بالآي والإي، مطبوع بالآي والأو، مطبوع بالإي والآي.
ناخد الأمثلة. أول مثال كلمة special، special، كلمة unconscious، unconscious، كلمة ocean، ocean. يبقى كده عرفنا الحالتين لحرف السي، الحاله اللي بينطق فيها سي والحاله اللي بينطق فيها زي حرف الشين. اما باقي الحالات فبيلفظ حرف السي زي حرف الكي، زي كلمه picnic، cat، cold، black، cry. picnic، cat، cold، black، cry. الحرف الرابع معانا حرف الاي. حرف الاي اول حاله لي ان هو لو جه في نهايه الكلمات لا ينطق الا في كلمات قليله جدا. اول امثله معانا كلمه place، كلمه hate، slide، drive، smile. الكلمات دي كلها جه حرف الاي في نهايه الكلمات وبالتالي لم ينطق. طيب ايه الحالات القليلة جدا اللي بينطق فيها حرف الاي في نهاية الكلمة؟ عندنا البروناونز زي هي، شي، مي. الثلاثة بروناونز او الثلاث ضمائر دول هنلاحظ ان حرف الاي جاي في نهاية الكلمة وبالتالي بينطق في الثلاث حالات دول. معانا بعد كده حرف الجي. حرف الجي في الحالة العادية بتاعته بينطق جا، صح؟ طيب لو حرف الجي جه بعده حرف الاي فغالبا ينطق جي. عارفين الجيم اللي تحتها ثلاث نقاط؟ هو ده بالضبط. خلينا ناخد الامثله. كلمه large، village، huge، bridge، generally. تاني large، village، huge، bridge، generally. الحالة الثالثة الحرف الجي لو جه بعديه حرف الاتش ففي الحالة دي يا إما لا ينطقان وإما ينطقوا زي حرف الفاء ف في اللغة العربية. طب ناخد الأمثلة. كلمة هاي الجي والاتش silent لم ينطقوا. كلمة ثرو، كلمة رايت. طيب نشوف الأمثلة لما ينطقوا زي حرف الفاء. كلمة enough، cuff، rough، love. تاني enough، cuff، rough، love. الحالة التانية الحرف الجي لو حرف الجي جه بعديه حرف الواي فبينطق جي زي الحالة الأولى برضو. معانا كلمة biology، biology، وكلمة geology، geology. فيما عدا الحالات اللي احنا ذكرناها الحرف الجي بينطق حرف الجي زي الجيم في اللغة العربية جا. ناخد أمثلة. كلمة egg، leg، fog، good، girl، glass. تاني egg، leg، fog، good، girl، glass. حرف الكي. حرف الكي لو جه وراء حرف الان فإن حرف الكي لا ينطق، ما بننطقوش. ناخد أمثلة. كلمة knife، no، knee، kneel، knock. تاني knife، no، knee، kneel، knock. القاعدة اللي بعد كده أو الحرف اللي بعد كده هو حرف الـ P. حرف الـ P لو جه وراء حرف الـ H فالحرفين مع بعض بينطقوا زي حرف الفاء في اللغة العربية. الأمثلة كلمة phone،
كلمة pharmacy، كلمة graphics. تاني نسمع الكلمات، كلمة phone، pharmacy، graphics. ركزوا معايا جدا علشان الحرف الجاي حرف مهم جدا وهو حرف الاس. اول حالة في حالات حرف الاس اذا جاء بعديه حرف الاتش، فالاتنين مع بعض بينطقوا زي الشين في اللغة العربية. ناخد الامثلة، كلمة flash، shirt، short، she. تاني flash، shirt، short، she. الحالة التانية الحرف الاس لو جه وراه حرف اليو بيكون ليه نطقين، النطق الاول اما شين والنطق الثاني جي. ناخد الامثله، لما بينطقوا شين زي كلمه sugar، sugar، او كلمه sure، sure. بينطقوا جيم زي الامثله اللي جايه، كلمه pleasure، measure، treasure. تاني كلمة pleasure، measure، treasure. الحالة اللي بعد كده هي سلسلة ال S I O N. الأربع حروف دول لما يجوا مع بعض ليهم نطقين، النطق الأول إما جن وإما شن. ينطقوا جن إذا سبقوا بحرف متحرك اللي هو A أو ال E أو ال I أو ال U زي ما احنا شرحناهم في الدرس اللي فات. ناخد الأمثلة، كلمة explosion، explosion، كلمة vision، vision. طيب ينطقوا شن لو سبقوا بحرف ساكن اللي هم 21 حرف ما عدا الحروف المتحركة زي expression، mission، comprehension. تاني expression، mission، comprehension. حرف T لما يتبع بحرف ال H بيكون صوتين، يا إما ذا زي حرف الذال في اللغة العربية أو ثاء زي حرف الثاء في اللغة العربية، وده شيء مهم جدا جدا إن أنا أميز بين الاتنين. طب ناخد الأمثلة، لما ينطق the، they، this، their، father. تاني they، this، their، father. لما ينطقوا ثاء زي كلمة thin، three، myth. thin، three، myth. ودايما في الحالتين دول لازم تعود لسانك وتدربه على ان هو يخرج من بين الاسنان عشان يطلع النطق بشكل صحيح. الحالة التانية مع حرف التي لو جه وراه حرف اليو ففي الغالب بينطقوا تش، تش. طب ناخد الامثلة، كلمة picture، picture، ما نقولش picture، لا picture. كلمة future، future. adventure، adventure. century، century. في ناس تقول century، لا century. اوكي ننطقهم تاني، كلمة picture، future، adventure، century، century. نيجي لآخر حالة من حالات حرف التي وهي السلسلة TION، نفس الكلام مع SION وبينطق تنطق هذه السلسلة شن. عندنا الأكزامبلز أو الأمثلة، emotion، nation، information، station. تاني emotion، emotion، nation، information، station. الحالة الأخيرة معانا النهاردة هو حرف الـ W.
حرف الدبليو في المعتاد بينطق زي حرف الواو واو، لكن لو جه وراه حرف الار حرف الدبليو لا ينطق ويصبح سايلنت في الكلمة، زي كلمة right wrong rab rest. تاني، كلمة right wrong rab rest. أعزائي المشاهدين، بكده الحمد لله يكون انتهى درس النهاردة وكل ما يخص الحروف في البري ليفل اللي احنا شغالين فيه او في المستوى اللي احنا شغالين فيه. طبعا في بعض الحاجات سبتها في ان شاء الله هنناقشها في المستويات الاعلى من كده. يا ريت ما ننساش نعمل اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، والكومنتات او التعليقات بتاعتكم حابب اشوفها، حابب اشوف تعليقاتكم على الفيديوهات، حابب اشوف اي استفسارات منكم. يا ريت نشير المحتوى عشان اي حد محتاج يستفيد او محتاج يتعلم اللغه نكون تحت امره ونساعده في تعلم اللغه. اشوفكم على خير. ما تنسوش الحلقه الجايه مهمه جدا 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 في اساسيات تعلم اللغه الانجليزيه، وبنكون ان شاء الله بنبدا بحاجه اسمها parts of speech او مكونات الكلام في اللغه الانجليزيه. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.